بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندس اسلام سعيد. دلوقتي هنتكلم عن ازاي نستخدم ال LCR meter. UT603. ليه احنا بنستخدم الجهاز ده؟ عشان بيساعدنا ان احنا نقيس الاندكتنس او الملفات بصورة اساسية. بعد كده عندنا بيقيس هو كمان كاباستنس او السعة، وبيقيس مقاومة، ممكن يقيس دايل وفي بازر، ودي هي الحاجات الاساسية. وممكن يقيس ال HFE او الجين الخاص بالترانزستور، سواء NPN او BNP، يعني من نوع BGT. الفايدة برضو اللي في الموجودة في الجهاز ده ومش موجودة في الافوميتر العادي، ان الاكيورسي او الدقة بتاعت القياس اكبر مكتير من الافوميتر، لان ده جهاز متخصص اللي هو يقيس المقاومة والملف والسعة او المكثف. وبالتالي مثلا لو بصينا في الداتا شيت بتاعته، هنلاقي في المقاومة واحنا على الرينج 200 اوم، هنلاقي بيقيس لحد او الريزوليوشن بتاعه لحد 10 ملي اوم، ودي قيمة صغيرة جدا. وفي الاندكتنس ميتر، او لما بنقيس اندكتنس او ملف، بيقيس لحد 1 مايكرو هنري. 1 مايكرو يعني 1 × 10^6، يعني 1 على مليون من الهنري. وفي السعة او الكاباستنس بيقيس عند 2 نانو لحد 1 بيكو فراد. وبالتالي زي ما احنا شايفين ان القيم دي صغيرة جدا، ما نقدرش نوصل بيها وبنفس الدقة بالافوميتر اللي احنا استخدمناه قبل كده، وبالتالي ده بيفيدنا اكتر. طيب دلوقتي لما نعوز احنا مثلا نقيس اندكتنس، هنقيسها ازاي؟ عندنا زي ما احنا شايفين في 4 اماكن للبروبوت، الاحمر والاسود. في مكانين عشان نقيس زي ما احنا شايفين مقاومة او بازر او دايود، وفي مكانين تانيين عشان نقيس زي ما احنا شايفين ال LX والكاباستور. الموجب بنوصله بيه البروب الاحمر، والسالب بنوصله بالبروب الاسود. بعد كده بنشغل الباور ونشوف احنا عايزين نقيس ايه. احنا هنقيس مثلا اول حاجة ملف. في نقطة مهمة، زي ما احنا شايفين في زرار هنا، لما بندوس عليه يبقى احنا كده بنقيس مكثف، لما بنسيبه بارز لبره زي ما احنا شايفين كده يبقى احنا بنقيس ملف. طيب احنا هنقيس دلوقتي ملف، فبنسيب الزرار ده بارز لبره، وبعد كده بنجيب المؤشر او السلكتور على الملف. 20 هنري دي اقصى قيمة، بعد كده 2 هنري. 2 هنري دي قيمة كبيرة جدا بالنسبة للملف اللي احنا شايفينه ده، صعب اللي هو يوصل بعدد اللفات اللي احنا شايفينها وحجم الملف الاتنين هنري. وبالتالي ده رينج كفاية حتى لو انا مش عارف قيمة الملف ده كام، بوصل عادي جدا الملف ده بالبروبات اللي موجود عندي، الاحمر والاسود، مش تفرق عندي الاتجاه لان ده اندكتنس وملف، فمش تفرق عندي الاتجاه او البولاريتي بتاعت البروبس. زي ما احنا شايفين جايب لي قيمة 1 من 1000 من الهنري، لان انا شغال بالهنري. برضو عايزين نشوف القيمة دي قد ايه، بننزل بالرينج شوية عشان نشوف القيمة الحقيقية ليه. كمان بدأ يظهر 21 من 100 ملي، ننزل عند 2 ملي هنري، هنلاقيها القيمة اللي قدامنا للملف 200 مايكرو. عرفنا ليه 200 مايكرو؟ من ايه 200 مايكرو؟ احنا جايبين الرينج على ملي، وبالتالي انا جايب الارقام اللي عندي بعد العلامة. لو حركت العلامة دي 3 ارقام يبقى انا كده حولت من ملي لمايكرو، وبالتالي القيمة اللي عندي 201 مايكرو هنري. عايزين نقيس قيمة تانية مثلا، اهم حاجة اللي احنا بنرجع بالرينج عشان
نخليه في القيمة اللي احنا هنقيسها، محتوي القيمة اللي احنا هنقيسها. نشوف مثلا ملف تاني، وليكن الملف ده نوصل بروبس عادي. واهم حاجة برضو واحنا بنوصل البروبات دي في اماكنها ان احنا ندخلها في اماكنها بصورة صح، ما تكونش بارزة وما تتحركش. نتأكد ليه داخلة في اماكنها صح. زي ما احنا شايفين القيمة بتاعتي صغيرة، فأقلل الرينج شوية، كمان كمان، لحد ما اوصل ان القيمة عندي للملف ده كلها تكون باينة، وهي 743 مايكرو هنري. بعد كده لو عايزين نقيس مكثف، اول حاجة بنضغط على الزرار ده عشان نعرف الافو او ال LCR ميتر اللي احنا هنقيس مكثف. بعد كده بنجيب الرينج على المكثف، وليكن اعلى قيمة اللي هي 600 مايكرو، كبيرة جدا، خليها 20 مايكرو مثلا. ونقيس المكثف اللي احنا شايفينه ده، اسمه ميتالايزد. لما لو تفتكروا على الحلقات اللي احنا اتكلمنا عنها عن انواع المكثفات، ميتالايزد فيلم كاباستور، ميتالايزد فيلم كاباستور ليه رقم بيبقى موجود عليه زي ما احنا شايفين، عبارة عن 225 كي. وبالتالي لما نيجي نحول القيمة دي هتطلع 2.2 مايكرو فاراد. نجيب القيمة اللي أعلى من كده، حتى لو احنا مش عارفين القيمة دي بالظبط، بنجيب على أقصى رينج عندي اللي هو 600 مايكرو، ونجيب المكثف ونوصله عادي جدا بنفس البروبس، بنفس الأماكن، لأن احنا هنا بنقيس مكثفات وملفات. وعندي برضو زي ما احنا شايفين مكان تاني لو الملف بتاعي اللي موجود عندي اقدر اوصله بالمكان ده على طول، الملف او المكثف اقدر اوصله بالمكان ده على طول، بيحسن لي في الاكيورسي او دقة القيمة اللي بتطلع، عشان الليدز دي او المسافة او طول السلك ده بيأثر على قراية المكثف وخصوصا الملف، بيزيد قيمة صغيرة جدا لقيمة الملف اللي أنا بقيسه. عشان كده هم مزودين مكان هنا عشان لو أقدر أستخدمه على طول يكون أفضل. بعد كده هنقيس المكثف اللي احنا اتكلمنا عنه. أول حاجة بنتأكد إن الزرار اللي عندنا ده داخل لجوه عشان نعرف إن احنا بنقيس مكثف. الرينج عند أقصى رينج للمكثف اللي هي علامتها فراد زي ما احنا شايفين، ونوصل المكثف عادي جدا. قيمة المكثف زي ما احنا شايفين 2 أو 3 مايكرو. نقلل عشان نشوف أكتر أو الريزوليوشن يبقى أوضح أكتر، إلى 20 مايكرو زي ما احنا شايفين 2.11 أو يعني تقريبا 2.2 زي ما احنا عرفنا من الرقم المكتوب عليه 2.2 مايكرو. يبقى دي عرفنا ازاي نحسب أو نقيس قيمة المكثف. ممكن نجيب مكثف زي ده بيبقى مكتوب عليه قيمة الكاباستنس 2200 مايكرو، ده أعلى من الرينج اللي موجود عندي هنا. ودي برضو يعني من ضمن العيوب اللي موجودة هنا، الرينج بتاع الكاباستنس بيساعدنا إن احنا نشوف المكثفات الصغيرة وبدقة عالية، لكن المكثفات الكبيرة زي المكثف ده مقدرش أقيسها بالنوع ده من ال LCR meter. ممكن يكون في نوع أحسن من ده وفي رينج اكبر، بس المهم عندي الرينج او القيم الصغيره واللي ما بتكونش موجوده في الافوميتر التاني. وبالتالي ممكن استخدم الافوميتر ده عشان الرينج بتاعه 100 ملي فراد، يعني 100,000 مايكرو فراد، وبالتالي جواه القيمه اللي هي 2200 مايكرو. يبقى كده ممكن نكمل الاجهزه ببعض ونعرف نقيس كل المكثفات والملفات. بعد كده ممكن اغير المكان بتاع البروبس دي للكومن والمقاومه، واقيس بالمقاومه واجيب الرينج على قيمه المقاومه واقيس المقاومه اللي عندي. في ملحوظه ان الملفات دي او الاسلاك دي سمكها تخين زي ما احنا شايفين، فلما بنجيبها وبنستخدمها في قياس المقاومه وفي قياس البزر والدايود بتأثر كتير على المقاومة اللي أنا بقيسها.
وبالتالي ممكن اجيب بروبس او بروبات تانية زي الانواع اللي انا بستخدمها في الافو عشان تديني قرايه واضحه. وبكده عرفنا ازاي نستخدم ال LCR meter بكل الحاجات اللي موجوده فيه، ناقص البازر والدايود دي عارفين او غطيناها في الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا عن الافو ميتر. وفي عندنا الترانزستور تيست، او ان انا اعرف الجيم بتاع الترانزستور، دي حاجه مش مهمه وبتكون اضافه بس عشان يبين لك اللي فيه اوبشنز كتيره موجوده في الافو، ولكن هي مش مهمه لان اصلا ال HFE او الجين بتاع البي جي تي بيتغير مع متغير كتير زي التيار اللي بيمر فيه الكوليكتور ودرجة الحرارة، بالتالي دي حاجة مش مهمة ممكن أعرفها من الداتا شيت على طول بتاعة الترانزستور. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، أشوفكم على خير، مع السلامة.